السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم موضوعنا يستحق أن نطلق عليه وصف الكابوس، هو التغير المناخي. العراق خامس أكثر دولة تتعرض إلى سلبية هذا التغير. تخيل العالم كله تقريبا 203 أو 204 دولة، إحنا الدولة الخامسة بالعالم مستقبلها مهدد بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والانحباس الحراري وغيرها من هذا الأمور اللي ممكن توصلنا إلى موضوعة ندرة المياه وانتهاء الزراعة إلى آخره. اليوم الحكومة العراقية كيف تقف بوجه هذه التحديات؟ هل عندها خطط؟ هل هناك دراسات؟ أو فقط مؤتمرات للمجاملات؟ اليوم الشرق الأوسط من أكثر الأماكن بالعالم أيضا تأثرا، هل هناك تعاون بين دول المنبع ودول المصب للحد من هذا الخطورة؟ راح نناقش كل هذه الأمور مع ضيفنا الأستاذ عادل المختار الخبير المائي والزراعي. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل. الله يحفظك. تعرف مدام العنوان بكابوس وهذه لما نجي الأستاذ عادل يشرح لنا. أنا بصراحة يعني أحييك على المقدمة هاي، حقيقة المقدمة رائعة وفي صلب الموضوع. ومساء الخير على جمهورك الكريم اللي يتابعون حلقة علينا وعليكم بخارج معين. الشيء اللي أرد أقوله، الاحتباس الحراري يأثر على العالم كله. نعم. فلذلك في سنة 2016 في باريس في فرنسا عقد المؤتمر الدولي عن الاحتباس الحراري، وسووا اتفاقية للحد من استخدام الوقود الأحفوري والكبريت الكبريت الفحم، حتى شنو نقدر يقللون بعاث ثاني أكسيد الكربون حتى يقدرون يحافظون على كوكب الأرض. انتبه اليوم ما نحكي عن دول أو عن مي، عن كوكب الأرض. اليوم التغير المناخي يهدد 7 مليار كوكب الأرض بالانهيار. في عام 21 أو 20 والله ما ضابط، يمكن عام مال 21 في مؤتمر غلاسكو في إنجلترا، عقد مؤتمر الفرصة الأخيرة، سمي بمؤتمر الفرصة الأخيرة. اللي تفضل في اسكتلندا بريطانيا غلاسكو. بالضبط. هذا المؤتمر حذر أنه هذه هي الفرصة الأخيرة لكوكب الأرض. حتى يعملون حتى يحدون الانبعاث ثاني أكسيد الكربون. أو يقللون من استفهامات الفحم والوقود الأحفوري. ورطوا مهلة لعام 2030، لازم يعني 2030 لازم تتوازن، يعني يقللون الاستخدامات بحيث الانبعاثات تكون ضمن المعدلات المسموحة. إذا اليوم كل الدول الكبيرة تعترف بخطر موضوع التغير المناخي، ليش ما هم ملتزم؟ ليش ما شفنا فت خطة واقعية أو شيء عملي للتغير؟ الصين تسبب انبعاثات 30% من الانبعاثات العالمية. الأمريكية 15%، روسيا، أوروبا 10%، كلهم العالم دا يستخدمون الوقود بدون وجع قلب، ودا يصير هذا اللي دا يصير. الكوكب ارتفعت درجة الحرارة مالته، ذوبان الثلج بالقطب الشمالي والجنوبي، تعرف جبال ثلجية بدأت تنهار لارتفاع الحرارة. هذا كله إيش قالوا المؤتمر العالمي؟ حددوا الدول اللي راح تكون متضررة من الجفاف. العراق خامس أكبر دولة متضررة بالعالم نتيجة الاحتباس الحراري، التعبير بالنص. حسب خبرتك تتوقع أن هذا عناوين اليوم إعلامية فقط له حقيقة؟ لا، كلهم علماء عن دراسات واقعية. دراسات وناس جاوبوه. وبعدين هذا مو إعلام، هاي الفرصة الأخيرة لكوكب الأرض حتى يقدر يقلل من درجات الحرارة ارتفاعها ويحافظ على الموازنة الطبيعية. واضح. طيب نجي احنا بالعراق. العراق وتتذكر هاي الثلاث سنين الاخيره جفاف، يضربنا جفاف وكذا، جفاف وكورونا وكل شيء بالعراق. انا اضحك البارحه والتصريح وزاره الزراعه المستشار مالهم يقول من التحديات اللي تواجه القطاع الزراعي شحه المياه. من المستشار؟
مستشار الوزارة. خلينا نذكره يا عادل. مهدي القيسي. مهدي. يعني من من برنامجك في 2017 حكينا عن شحة المياه تتذكر؟ نعم. وقلنا لازم تعيدون النظر بالسياسة الزراعية لأن العراق تعرض لأزمة جفاف وهاي على مستوى العالم راح تستمر، تذكرت؟ صحيح. مو في كل الفضائيات حكينا، أنا صرحت والكل صرحوا طبعا. نعم. من 2017 وهسه نقول بدنا نواجه شحن. ان يوم احنا وصلنا مرحله الخطر، الاجراءات مالتك المفروض نجي نقارن ما هي معايير الوصول لمرحله الخطر بالعراق. انا شو امشي اقشط بي مي صح ولا غلط؟ لا غلط. ايه لا شلون؟ شوف حافه الشط، انت بي مي طبعا بي مي، ايه؟ لكن حافه الشط وين كانت وين صارت؟ اليوم بالقاع هسه اذا تطلع شوف وين نازل. طبعا تصريح وزاره الموارد المائيه قبل ساعات يمكن البارحة أو اليوم قال إحنا قللنا الإطلاقات هسة لأن ما نحتاجها، الرية الفطام انطيناها فبعد ما نحتاج قللنا الإطلاق. ليش تقلل الإطلاقات؟ لأن أنت ما عندك مي، تحافظ على المي تقلل الإطلاقات. من قللت الإطلاقات شوف أكو أمور شيء متعلق شيء بالزراعة، من قللت الإطلاقات شيء يصير بالوسط والجنوب يزيد عندهم التلوث، موضوع اللسان الملحي وغيره. هو كل اللسان الملحي زياده التلوث، هاي البايبات اللي تدب المياه الاسنه هاي كلها من تقلل انت المي والله ما نحتاجه اذا انت قللته، لكن صار التلوث يزيد بالعماره بالمسار البصره تعرف هذه. شوف نرجع للموضوع المهم شلون نعرفه. نعم. احنا اليوم بعد لازم نغير سياستنا الزراعيه. ذكر هذا المصطلح أنا صار لي كم سنة أقول إعادة النظر بالسياسة الزراعية. نعم. ليش؟ قبل كنا نعيش في بحبوحة مائية، كنا نصرف 25 مليار متر مكعب سنوياً، هسه بعد ما كوش هسه يادوب عندك 10 إلى 12 مليار لازم تزرع وترتب وضعك الزراعي بهالشكل. نعم. بنجي نشوف الواقع، ما السدود ماكو، إيرادات قليلة لأن دول الجوار أيضا مو مثل ما يحكون، دول الجوار ما تعطينا ماي، هي دول الجوار أيضا متعرضة لأزمة جفاف. يعني تركيا متعرضة. تركيا وإيران. إيران. إيران. القسم الغربي مالتها إلى الجنوبي متعرض لموضوع جفاف. تركيا أيضا عندها. تركيا هو يعني دول منبع، هي العالم كله متعرض مو يعني بس إحنا ده نحكي الحوض مالنا، فتركيا وإيران أيضا متعرض. راح تقول لي شلون؟ وفد من ابنه مدراء امين راحوا لتركيا وتركيا ودتهم على سدود، قالت لهم هذا سد اليسو. سد اليسو في 2019 ايام المطره الفيضانيه ذكرها، هم ترسوا سد اليسو في 2019 ترسوا. هسه وفد من عندنا راح وقف شاف بعينه ماي ماكو. شو الحل شلون حيصير؟ شنو الحل؟ تركيا راح تملي من جديد؟ طبعا تركيا تمي، هاي هو سنه الحياه، انت تترس خزين وتناور الخزين ويا الايرادات بحيث تسوي الخطه الزراعيه مالتك. لكن هنا ماكو اسلوب عمل، والدليل يقول تواجهنا شحه مائيه، صار لنا كم سنه يقول تواجهك شحه مائيه، اليوم انت المفروض اكو حلول طبقتها ونجي نشوف هل مدى نجاحها في ظل الازمه المائيه؟ راح تقول لي شنو هي الحلول؟ كيف اليوم تعلن وزارة الموارد المائية قبل عدة أشهر أنه نجحت بخططها المائية ووصلناها للأذناب المياه؟ يعني هاي موضوع يعني اليوم يعني معقولة أنه تفضيل للرأي العام اليوم تفضيل حتى نحكي الصراحة أكو فد شيء يعني حقيقة الألفاظ رنانة تفسر بالاتجاهات اللي تريدها. نعم. لكن من تجي للواقع اليوم وصلنا أقل خزين مائي عندنا موجود، وتصريح وزارة الموارد المائية تقول الإيرادات تجد، تذكر الإيرادات اللي سقطت في أربيل تحديدا. صحيح. هذه قد ما عندنا تعبرنا الموسم الصيفي براحة، وانت اليوم تشوف بالعمارة مشاكل ذي قار، مشاكل تلوث. نعم. ليش؟ للإيرادات قلت. نعم. المناسيب. نكمل حلقتنا أحبت المشاهدين، يعني علاقة تغير المناخ بالعراق، ممكن هذا المصطلح عبالكم فقط يخص الدول الكبيرة الصناعية، لا، العراق من أكثر الدول تضررا بالتغير المناخي. خلونا نشاهد هذا الفيديو اللي يحتوي على معلومات كثيرة وراجعين.
رجعنا لكم أحبتي المشاهدين. إن التغير المناخي يؤثر على كل مجمل الحياة العراقية سياسيا أمنيا اقتصاديا، ويجعل هذه الأمور أكثر سوء. الزراعية اللي يتمثل 50% من الشعب العراقي. نعم. في 2017 حذرنا من جفاف وعدنا طالبنا بإعادة النظر بالسياسة الزراعية وفق تحديات الجفاف. في عام 2018 تقريرك واضح، في عام 2018 قللت الخطة 50%، كانت 5 يمكن ما أتذكر يعني نزلت للخمسة، كانت 10 نزلت للخمسة أتذكر هيجي في 2018. وكنا نقول يا بشون عيدوا النظر، لان انتم تصرفون ميه هوايه، تعبير تصرفون ميه هوايه بالزرع مالكم، ما عندنا هاي الكميه، قللنا الخطه زراعي 1.5 مليون. جتي 2019 كانت المطره الفيضانيه اللي من ايران دخلت من السيول ومن الشمال، وتتذكر ال سدت الكوت بالقوة وسدت سامرة انخافلة نهار ذكرها. صحيح. قدرنا نترس فضاء خزني 60%، احنا عندنا 100 مليار الفضاء الخزني، ما قدرنا نترس 60 الى 65 مليار. رقم جيد ممتاز كويزي. صح صحيح. وهذا يثبت انه عندنا سدود تكفي، لان 65% يعني عندنا 35 مليار فراغ خزني ممكن لو بعد جايبنا نخزن، اذا السدود كافيه. اوكي زين، هسه انت 2019 خزنت ب 60 مليار، وين وديتها بسنتين؟ سؤال يتبادر الذهن. صحيح. وين راحن؟ وين اطلاقاتهم؟ معناه انت دا تصرف خلال سنتين صرفت 60 مليار، كلام يعني بالسنه 25 الى 30 مليار دا تصرف اخي. وانت مو عاداتك. هذه كميات بعد ماكو. والدليل من 2019 لسه ماكو شيء مطرح. زين استاذ عادل، احنا اليوم ايضا طلع العراق على قولتهن احنا مو قليلين شر، انبعاثات الميثان بالعالم كله 8%. طبعا. اضافه الى ثاني اكسيد كربون 0.5%. يعني من كل 200 احنا ايضا عندنا رقم واحد. يعني هاي النفط. بالضبط. خلي ايضا الموضوع. اليوم اهميه الغطاء النباتي واهميه التشجير. مع العلم انت اليوم لما فتحنا موضوع حلقة البساتين اللي قاعد تجرف مثلا بالدورة، انت كنت مع التجريف. مع التجريف بس مو هيجي، مع بناء عمارات سكنية. ليش؟ هسه هذه من تبنيها عمارات سكنية تطلع لها 15 عمارة، اللي بيناتهم كلها فضاء زراعي اشجار، لكن من تجي تقطعها سكني كلها بيوت، واكثر اللي ياخذون ما يقدروا يبنون، ما عندهم تطيق منين يجيب، فيضطر يروح يبيعها في انسانات. فانت ما حققت الغاية. لكن لو عمارات سكنية ومرتبة ونظام، هاي العالم كله يعمل بيه. ناطحات سحاب، هاي اربيل. اربيل قد تبني واحنا وين؟ احنا نوزع بالقيعه. روح باربيل دور لك قاع ماكو، كلها بيوت، كلها عمارات بالثقافه. الاردن كل دول العالم ثقافه العمودي، البناء العمودي. اذا هسه المشكله وين؟ الغطاء النباتي. نعم. خلينا نحكي. انت تحتاج 3 مليارات حتى تسقي البساتين. 3 مليارات متر مكعب سنويا. حتى ما يعتبر رقم مبالغ؟ رقم هو هذا اللي تصريحات وزاره الموارد المائيه، اصلا هذا اتوقع اقل، يعني الخبراء يمكن بعد اكثر، اللي تدري 3 ملايين يحتاجون بالسقي القديم او بال... لا 3 مليارات رئيس سقي قديم. ها فهمتك. اذا سوينا كل هالبساتين بالضبط، اذا حولناها الى منظومه ري حديث، وقلنا في لقاء سابق مع حضرتك شركه النعمان شركه. صح. عراقيه تروح عليها وتفعلها، راح تبدي تحول البساتين الى الري السيحي، الى ري بالتنقيط، يعني تفرق مليارين. نعم. يعني تقدر كم مره تزيد المساحه المزروعه؟ ضعفين بنفس المي. لكن انت ما يشتغل اخي، مثلا انت اليوم بدك تزرع 20 دونم بساتين، من تحوله بالري السيحي بالري بالتنقيط راح تزرع 60. وهذا الغطاء النباتي. استاذ عادل اليوم انا كمواطن عراقي اعتب عليكم. علي من؟ انت اللجنه الزراعيه وانت مستشار. ايش تريد تسوي؟ يا غير اليوم تمثلونا بهذا. هذا نحكي قدامك قاعد احكي.
نطلع اعضاء اللجنه اليوم حتى اعضاء الشروك العلمك اعضاء اللجنه الاستضافات كلها نحكي بها. لكن اكو فرق، انت اليوم تجي على سبيل المثال هسه جت الحكومه الجديده من تجي يقول لك يا بدي اوقف خلي اشتغل، انت شفت امت من شغلي؟ بينما هو اني يعني اسمع هواي ناس طول ما جاء للوزير هسه جاء، ليش هو الوزير هو بده يشتغل له؟ هي وزاره كامله تشتغل، الوزاره لها سياسه تشتغل تجهيزات من 20 سنه هي تشتغل تجهيزات ومعروف شغلها، قبل يجي الوزير يسويها مو تجهيزات يسويها تصدير؟ ماكو اساسيات بالعمل صح لو لا؟ الثروه الحيوانيه شنو شغلها معروف على مدى الوزراء المتعاقبين هم نفس العمل، بس انت ممكن تطور ادائهم هذا موضوع ثاني، لكن هي السياسه الزراعيه نفسها. فانت من تجي يابا طو مجال يابا اخذ مجال، ايش قد تريد حتى يشم نفسه فد سنه؟ أصابع اليوم الاتهام لمن توجه بوصول العراق إلى هذه المرحلة الكارثية، وزارة الزراعة من الموارد المائية أم الاثنين يتحملوا المسؤولية؟ يعني احنا دائما نقول الاثنين لسبب بسيط، لو تتذكر حضرتك أنا من كنت أحكي على الخطة الزراعية، وإذا تريد هسه احنا قاعدين أنا وياك نرتب خطة زراعية. تخيل اللي يفتهم بشغل اليوم صار عادي، اليوم انت يعني لما تقول لي خلينا نقعد انا وياك نسوي لنا خطه زراعيه وليس نكمل هو امام المشاهد وهذا اللي يدير بالضبط. يعني اليوم هل تقنعني ان وزاره مثل وزاره الزراعه ما بيها هذه الخبرات والكفاءات العلميه ما تخلي خطه زراعيه حقيقيه وعلى معطيات اليوم الواقع المالي؟ صار لي قد اني اطلع ببرنامجك هسه انا ما راح احكي على البرامج، صار لي قد اطلع وياك هذا برنامج صادق قبل سنتين واحكي اني مو اتذكر احكي بصراحه نعم احد يسمع؟ ما اكيد انت راح نرجع بيهم. لا ما كنا نحكي احنا بكل المكان ده نقول يعني تقنعني مثلا رقم وزير الزراعه ما عندك؟ اي عندي بس شنو فرق؟ اذا ما حد يسمع كلامي ليش هو ما يشوفون؟ لا يشوفون الحلقات توصل المكتب اليوم شنو؟ حلقه شو وقت مالتك؟ جيب لي واحد يطلع وياي هنا ما حد يقبل. زين نرجع للموضوع. زعلانين عليك ليش زعلان؟ يعني احد الشخصيات شوي اكو شو مسوي اني؟ يقول دائما ينتقد عني. ما اختلفنا انتقد هو اني يعني اني مواطن ما من حقي انتقد؟ انا ما ساب بالعنب صح؟ اني انتقد، ليش انتقد؟ لان هذا الوضع اللي وصلنا له. زين اذا كان انتقادي غلط ما تيجي تخابرني وتصديق وزميل خابر يا بنت هيك تحكي هذا غلط كلامك. زين باقي زملائي المستشارين كذا تدري كلهم يعرفون، ليش ذولا يأيدوني انت كلامك صح وليش هو يقول غلط؟ طيب اذا كان غلط يخابرك ويقول خلي اطلع وياه في برنامج صح؟ صعبه؟ نعم. اذا خبرك ما تقبل؟ لا احنا سهل بيه. طيب نرجع لموضوعنا، احنا ما نريد ندخل في متاهه تعرف احنا. تفضل. وزارة الموارد المائية والزراعة وحدة مكمل لاخ، أنا كان بودي ندمجهم ونريح بالنا. أكو فكرة حلوة ندمجهم؟ طبعًا، هسه راح أشرح لك. نعم. نجي على الخطة الزراعية. إحنا الخطة الزراعية هسه هالأيام راح يسووها يقعدون سوية الزراعة الموارد المائية الصيفية. الزراعة تقدم خطة تقول أريد أسوي مثلًا الصيف المضى مثلًا 4 مليون دونم هالقد، مليون خضار كذا كذا، يصفطها أبو الموارد المائية يقول له لا هاي الحنطة ما أقدر أعطيك هالقد ما عندي، هذه هيجي هذه هيجي. هذا مو شغل. راح تقولي شنو الشغل؟ اليوم العالم من يجي يريد يخطط يقول لك إيش قد عندي إيرادات مائية؟ إيش قد ماي عندي؟ فتقول لي مثلًا كل الإيراد اللي عندي هسه 20 مليون 20 مليار، أقدر أخلي لك 10 مليار بس العشرة الأخرى خزين لأن أنا ما أعرف إيش تجيني إيرادات. شو يصير؟ صح ولا لا؟ صحيح. فأنت شو تقول لي كزراعة؟ تقول لي زين هاي العشرة مليون مثل واحد يعطيك ورقة من 25,000 دينار، ها؟ زين أنا عندي جهال شلون لازم أصرفها؟ شلون أصرفها؟ لازم أعرف شلون أنطيها بالخمسات لو آلافات لو شنو؟ فأنت من تعطيني معي 10 مليار إيش لا. لازم أسوي؟ لازم أعرف إيش راح أزرع وإيش قد أنتج وإيش قد من الناس راح يشتغلون بهذه الخطة الزراعية، مو لو أنا غلطان؟ نعم. يعني على سبيل المثال من أجي أريد أصرف 10 مليار متر مكعب، أجي أصفن إذا أني أزرع مليون دونم حنطة يحتاج لي 4 مليار، إذا مليونين 8 مليار. زين الاثنين شو ازرع بيها؟ لا خل اعيد تفكيري. البستنه اغير نظامها ف3 مليار راح تروح للبستنه
بس المساحة تغيرت ضعفت مرتين. راح أزرع 1,000,000 دونم جد وصدر هنا الثروة الحيوانية شلون يتغير. أنت اليوم تجي تربي أسماك في البحيرات، أنت تعرف تصريح الزميل اللي زعلان عليه يمكن إياه، بحيرات الأسماك تستخدم من عندنا 1,000,000,000 وربع متر مكعب. بحيرات الأسماك مليار وربع. وزارة الموارد المائية. طيب بالدراسة الاستراتيجية لوزارة الموارد المائية، دراسة استراتيجية 2014 اللي علموا عنها ودي يشتغلون بها، شو تقول؟ تقول في عام 2034 لازم يكون عندنا مساحة البحيرات الأسماك 41,000 دونم في هيا عام 2034. واقع الحال هسه احنا عبرنا 61,000 دونم. هو حاسبك الرسميات الإجازات. هو انت انا ما اعرف، انت مسؤول زراعة، قاعد يجي واحد انا ناطيك قاعد تزرعها وتروح تربي لك بحيرة أسماك غير مجازة؟ وين اكو هيجي فيلم؟ زين يجي ابو البحيرات اعطوني اجازة دا اجدد الاجازة، يابا ماكو مي، وزارة الموارد ما عندهم وقفة الاجازة طبعا ما عندهم. احد المشاكل اللي يعانون منها ان وزارة الزراعة تقول لهم المي اللي تستخدمون بالبحيرات ترجعوه مي البزل ما عرفون ترجعوه المصدرة، وزارة الموارد تقول لهم لا لا ترجعوا المصدرة. ايش هالتناقض هذا؟ لا هو شو ترجع انت بعد مي ملوث، هو مو طالع نقي مي ملوث، احنا هي عندنا ازمة مي، انخفاض المناسيب ارتفاع التلوث. يعني اليوم المي اللي قاعد تطرحها مثلا البحيرة الاسواق ما نقدر نستفاد منه بالسقي؟ يعني هو مي ملوث اصلا، بتفهمني؟ زين السؤال هسه خل ارجع وياك فد اسلوب بسيط، فد اسلوب عملي بسيط. قبل ما ندخل بلاي خلينا نشوف فيديو مهم. والله هاي الدقيقة دور هذا حتى تدخل بالمود وياك. اتفضل. شوف النهر ارتفاعه خلينا نقول 5 متر. 5 متر يمشي يجي على بغداد طار منه 0.5 متر. صح. راح مثلا المحافظات الزراعية طار منه 2.5 متر. طار من هذا الانخفاض بهاي المناسيب شو يسوي؟ زيادة التلوث، ولذلك يوصل الجنوب أكثر. أكثر. نرجع على كلامي، أنا من عندي 5 متر جيت على بغداد أخذت 1 سنتيم أو 10 سنتيم، ليش؟ كلها منظومات رايحة دي، رحت لي غاد استخدم ذات يعني ما راح ينزل ذاك، فالتلوث يبقى محافظ. فاذا غير نمط سياستك الزراعيه المائيه طبعا الزراعيه، لان هي الزراعه تاخذ اكبر كميه 70% ثوره بهذا الموضوع. احبه المشاهدين، يعني اليوم كثير من العالم يغيب عنه ما هو التغير المناخي، فهذا الفيديو راح يشرح بشكل مبسط التغير المناخي، خلينا نشاهده وراجع. موجات حارة، جفاف، حرائق غابات، أعاصير، ذوبان جليدي، فيضانات، كوارث طبيعية متزايدة، والسبب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض الذي يعود إلى ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري، ظاهرة نشأت بفعل زيادة التلوث واحتباس الغازات السامة داخل الغلاف الجوي كثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان. الظاهرة تسمح بمرور أشعات الشمس إلى الأرض، لكنها لا تسمح بخروج الحرارة الزائدة تماماً كالصوبة الزجاجية. دراسة معهد ماكس بلانك الألماني كشفت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سترتفع درجة الحرارة فيها إلى الضعفين، والأسوأ سيحل بمنطقة الخليج، ستصبح غير صالحة للعيش بسبب ما يعرف بدرجة الحرارة الرطبة، أي ارتفاع رطوبة الجو وحرارته معا. بدأ التغير المناخي منذ عام 1970 حين تضاعف عدد سكان العالم ونما معه الاقتصاد، زادت المصانع وزاد معها انبعاث الدخان، وبدلا من أن يزيد الإنسان المساحة الخضراء قطع الغابات التي تساهم في امتصاص الغاز. للعالم على إبقاء الزيادة في درجة الحرارة أقل من درجتين مئويتين بحلول عام 2100، لكن استمرار انبعاث الكربون بنسبة كبيرة سيزيد الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية، الذي سيؤدي بدوره إلى كوارث طبيعية هائلة. كيف يمكننا كأفراد أن نساهم في وقف الاحتباس الحراري؟
يمكننا إعادة تدوير الأشياء واستخدامها بدلاً من التخلص منها نهائياً. تقليل استخدامنا لوسائل النقل التي تنبعث منها الغازات السامة، ترشيد استهلاكنا للطاقة، تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية، أكل كمية أقل من اللحوم في وجباتنا اليومية. كل هذا حلول تمكننا من تقليل ارتفاع درجة حرارة كوكبنا. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين، شاهدنا هذا الفيديو المقلق الخطير اللي حقيقة منطقتنا اليوم شرق الأوسط أكثر مناطق تعرض. اليوم لما نتكلم مثلا على دول مثلا الإمارات، الدول الخليجية الغنية، قاعد أشوف أكو خطط لهم، موضوع زيادة الغطاء النباتي، التدوير، استخدام الطاقة النظيفة. إحنا بعيدين عن الموضوع. أنا بحكي في شيء يعني هنا جاء المواطن، دور المواطن في احنا ما نحكي عن مواطن عمي، نحكي عن قطاع زراعي. يعني مثل ذاك اليوم احد التصريحات يقول المواطنين يقتصدون مي الشرب والكيابة مهمة، مي الشرب متوفر وآمن مأمن، ما عدا ذنائب الأنهار من شعب ممكن تحدث، وفي ديالة تعرف وضعها خاص مع جارة إيران. نرجع لموضوعنا اليوم، عندنا هي مشكلة أزمة مياه. طيب شلون راح تخطط حتى تزيد المساحه المزروعه؟ انت تزرع لك 100 دونم حنطه وتستخدم منظومات ري قديمه وتنتج لي نص طن، نص مليون. نعم هذا الانتاج يعتبر خساره، تصوري بالحسابات. من تجي انت يعني هي المي لعد وين راح؟ المي في 2019 كان عندنا ب 60 مليار، وين راح تظرف سنتين؟ لان انت زرعت بشكل مو طبيعي. فلذلك نتيجة استخدامك للمياه الغير طبيعية وغير سليم غير اقتصادي لإنتاجك قليل. فلذلك وين وصلتنا اليوم؟ جفاف، جفاف قاتل. طبعا السؤال المطروح، نعم، حتى أحطك بالوضع التمام، احنا هسه وزارة الموارد المائية تصرح تقول إن شاء الله وضع الصيف يعبر، كل الحكي على الصيف. الشيء اللي بينزرع هسه ولا لا؟ ها وين ماكو مي؟ هاي الاشياء انساها. كون صريحين بعد، احنا ما نخاف، نحكي صدق. ولا هو الشيء بروح الحياه. صحيح. لكن انت اليوم كميات المي اللي عندك بقت، احنا بالتعبير نقول التوالي. بقت القليله. زين، هاي التصريحات حتى نعبر الصيف. طيب انا بدي اسال سؤال. هسا احنا راح نعبر الصيف، اذا كان الشتاء القادم جاف ايضا ماكو اراده، هذا شلون؟ تهسه بالصيف ونتامل بس نعبر يجي الشتاء، اذا اجى الشتاء وماكو امطار شلون؟ راح يكون وضعنا يمكن حتى الخطه الزراعيه بعد ماكو تفشل، ماكو منين اجيب لك مي؟ المي مو يصنع. هذا اللي احنا قلناه، خططوا من 2019 هاي ال 60 مليار تستخدمها كل سنه 10 مليار 12 مليار، يعني عندك مال 5 سنين. تصورني؟ تخطيط سليم. هسه انت ايش قد عندك؟ تذكر الحلقه الماضيه قلنا ايش قد عندنا ايرادات ما حد يقول لنا. ايش قد تجي ايرادات ما حد يقول، ليش هي سر؟ هي ايران وتركيا تطيح. زين تطيح غير يعني. اليوم اذا استمر هذا الوضع، وضع اليوم تقاعس عن اليوم أردكم اليوم، يعني الابتعاد عن هذا الموضوع، عدم الاهتمام، عدم وضع خطط حقيقية، اليوم مستقبل المياه بالعراق شنو؟ قبل ما أدخل راح أضرب لك في المثل، الوضع الحالي اليوم ها صار كم يوم الأسعار مرتفعة والمواد الغذائية والأسواق، وتعرف هذا اللي دي يصير. أنا أريد أسأل سؤال، يعني شنو إحنا شنو ما ندري الأسعار مرتفعة؟ يعني شنو قاعد من الصبح لقينا الاسعار؟ من قبل ست اشهر ومن برنامجك اعلنا وقلنا اسعار الغذاء المواد الغذائيه بالعالم كله ارتفعت. صحيح. هذا الحكي من قبل ايش قد؟ وحكينا استراليا قللت تصديرها، الصين قامت الاسمده تقلل تصديرها، قاموا يقولون لشعبهم خزنوا المواد، تذكر التعابير؟ صحيح. الصين خزنوا المواد الغذائيه، تذكر؟ بيوم من الايام، صح. هذا قبل ست شهور دول العالم بدها تخزن. طيب ليش؟ قلنا عام 22 راح يكون الاسعار مرتفعه. طيب جت الحرب الروسيه الاوكرانيه،
هم زادت ارتفاع. هاي صار لها شهر مو الحرب الروسية، وقبل أسبوع خلينا نقول الحكي والأسعار، هاي صار الجد، هاي تحذيرين. نعم زين، رمضان من يجي عادة ترتفع الأسعار. أكو عراق يعرف رمضان في شهر رابع راح يجي من قبل إشقد، خلينا نقول ثلاثة أشهر الناس كلها تدري شهر رابع رمضان. صحيح صح لو لا؟ صحيح. زين، وأنت تعرف كل رمضان تصعد الأسعار، ما تصرفت. النقطة المهمة اللي أريد أوصلها في هذا الشهر تحديدا، الموسم الشتوي خلص، الموسم الصيفي بعد ما نزل، فشي يصير؟ الانتاج قليل، الاسعار تصعد، يكون اكو فراغ. زين، انت صار لك كل هاي الرزنامه الزراعيه، قرروا فتح الاستيراد من قبل شهر، افتحوا بكميه رمزيه وقعدوا لاثر على السوق. اليوم السؤال عن ولو ذا جرتي بس مهم، اليوم انت فتحت استيراد ثلاث اشهر، انا الفلاح بعد اسبوعين راح ينزل انتاجه، تصورني بعد اسبوعين ينزل انتاج العراق، كم حيكون العراق رخيص؟ نشوف الفلاح يشيل الصندوق ويذبه، هاي تعتزنه بالضبط. كل سنه كل سنه هذا اللي اذا انت نفس الاسلوب ما بتغير، تعلم من الاخطاء بصراحه. احبه المشاهدين، خلي اليوم نتكلم ايضا بموضوع، لما اسوي مؤتمر موضوع مياه وهذا لازم استفاد منه، عشان اريد اعرف الثاني بعد المؤتمر شهر خلاص يمكن او اكثر، شنو ايجابيات هذا المؤتمر؟ خلينا نرجع نشوف كلام وزير الموارد المائيه السيد الحمداني بموضوع التغير المناخ وموضوع بالمؤتمر الاخير. نشاهد هذا الفيديو وراجع. التحديات الخاصه بالتغيرات المناخيه، هدف المؤتمر هو اداره الموارد المائيه في ظل تحديات التغيرات المناخيه. هذا الموضوع يعاني منه العراق بالدرجه الاساس كونه دوله نصب واغلب موارد المائيه تاتي من خارج العراق، وايضا ضروره اطلاع المجتمع الدولي على واقع الموارد المائيه ومساعده العراق في مواجهه هذه التحديات. سوف نستفاد من خبرة الدول الأوروبية، الدول العربية، كافة المجتمع الدولي من خلال تجاربهم في إدارة حالة الجفاف، في إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية. أيضا الوزارة عدت دراسة استراتيجية وخطط حثيثة لتجاوز هذه الأزمات. هناك دعم كبير من دولة رئيس الوزراء، من الحكومة العراقية، للإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية. نفذنا العديد من المشاريع ونعمل ونخطط لتنفيذ العديد من المشاريع التي تواجه التغيرات المناخية وتعمل على الحد من تأثيرها من جانب، وأيضا زيادة الغلة الزراعية وتغيير نوع المحصول واستخدام التقنيات الحديثة. الوزارة حريصة كل الحرص على طرح موضوع في المؤتمر سوف يحظى بمناقشة كبيرة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا، التحول من الري المفتوح إلى الري المغلق، نقل المياه بالأنابيب، إيصالها إلى كل المستحقين. هناك اهتمام دولي بوضع العراق من ناحية تحديات التغيرات المناخية، وهذه التحديات حقيقية ما زال العراق يعاني منها، ولكن الحمد لله هناك تضافر للجهود لتجاوز هذه المرحلة وإن شاء الله المراحل القادمة. مسألة التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعة، على العراق أن يأخذها على محمل الجد. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشاهدنا كلام سيد وزير الموارد المائية. ماذا استفادين من المؤتمرات الدولية؟ خسرنا فلوس وعزائم وفنادق. أي طبعا أكلنا، التصريح ماله حلو انتبهت عليه. نعم. يقول زيادة الغلة الزراعية من 2017 نحكي الجفاف، وانت هسه يقول لي نطالب بزيادة انتاجية الدونم، وين كنت؟ مطلب اساسي استخدام منظومات الري الحديث. طيب منظومات الري والله العظيم ماكو بالسوق، تعال دور الفلاح يريد. بس دي يشتغل على خطط انه تغيير الامور الى موضوع الانابيب. اي 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 شلون؟ من موضوع الطين والمبطن. شو يشتغل؟ شو دي يشتغل؟ اكو خطط. هو قول له، يقول لك اعطيني فلوس دا اروح اشتغل. يعني شو يسوي؟ يعني اذا شيء ما يصير ليش بدك تشتغله؟ جيب منظومات ري، انت مو تسوي سد مكحول ب 3 مليارات؟ مو تسوي سد مكحول ب 3 مليارات؟ شيل 3 مليارات اعطيها شركه النعمان، غير منظومات الري للبستنه، ايش راح يفرق لك؟ كل سنه مليارين. بين ما تكمل هاي 2 مليار، بينما هذا اصلا تسوي سد ما عندك مي ترسه. واضح تعبيري واضح. يا اليوم الوقت بدا يدق بالعظم،
شركة سنحاري فلشتوها اللي هي شغلها منظومة ري، شركة النعمان قاعدة ساكتة تشتغل بسيط. اليوم العالم كله صور بيوم المياه العالمي، ممثلة الأمم المتحدة لقد كلمة هنا بالعراق، قالت نحذر من الجفاف بالعراق. زين الـFAO يحذر، الأمم المتحدة تحذر، المؤتمر العالمي بجلاسكو يحذر، المنظمة النرويجية حضرتك تتذكر قالت مساعدات لكل 50% من الفلاحين، الـFAO قال 7 مليون عراقي ممكن يهاجرون من الريف للمدينة. صحيح. هاي كل هاي وانت قاعد والله لازم نغير منظومات الري، شنو ما تغير؟ هو هسه لو تقول له مغير يقول لك هاي الصناعه لو زراعه مش عليه، تروح على الزراعه تقول غير يقول لك هاي الصناعه، تروح على الصناعه يقول لك انا مش عليه، روح على التجاره، مين راح يغير؟ الفلاح منين يجيب؟ الفلاح اللي عنده مستحقاته بالدوله، مستحقاته بالدوله، طيته فلوسه زين بالسوق ماكو منظومات ري، منين يروح يشتري؟ اقول لك الارشاد الزراعي شنو هي الوزاره؟ بحثي ارشادي. ايه؟ الزراعه بحثي ارشادي، يعني المفروض الارشادي 24 ساعه نمشي ونعثر بالشوارع ارشاد، صح لو اني غلطان؟ ما شايفهم بحياتي ابد، حتى من طالع على ميدان حلقات اسال العالم ما يجيهم. فاذا انت اصلا العمل مالك ما مأديه، شلون تريد الفلاح؟ ذاك اليوم من قناتك من برنامجك احد الاخوان طرح راح نسوي قانون نجبر الفلاح ان ياخذ نظره. زين شنو تجبره؟ هو توفر له، هو ماكو اصلا. ليش الموضوع هذا مو يزيد؟ يعني للاسف اليوم المجتمع العراقي اذا ما يحتاج شويه صيغ قانونيه تضرب. ما يحتاج اخي في دياله اليوم عندهم ازمه مي والبستاني راد له ري سيحي. نعم. منين يجيب؟ بس تقول له هاي ري بالتنقيط ونصبه وغرفه قد هاي تمشيك 6 شهور، يكيف لو لا؟ اي كيف. زين البارحه او الاول بارحه قلنا البنك المركزي راح ينطي قروض لكل واحد يسوي منظومه ري. خوش بس فائده 5%. ليش فائده ببلاش؟ بطيها ببلاش. انت قلتها مو انت قلت دغري. هو قوه العرض ورجع. صح. يا ابني انت ما تشتغل، انت ما تشتغل. الاعلاف الثروه الحيوانيه المجاموس انخفضت مناسيب المي، يتعرض لازمه هم الملوحه والكذا وهم ازمه اعلاف. طيب الاعلاف شو مشكلتهم؟ دول الجوار رخيصه نفتحها خد تجي. صح؟ صح. لكن انت من يجيب المستورد ضريبه ورسوم ورشاوي وما تطلع لبقانه. الاعلاف اليوم احد المواد اللي انفتحت. طبعا هو انفتح كله، بس يعني اليوم الجاموس خلاص ما بقى انهيار. زين هذا شو وقت راح ترجع تبني قطاع جاموس؟ بعد كم سنه؟ تريد جاموس اخو مو بيوم وليله. اقل شيء 23 قروض زراعيه صرنا قد نحكي عن القروض الميسره بالموازنه نحطها ونقول من المستردات مال المبادره لحد الان ما انفتحت. قروض روحوا خذ قرض يقول لك هاي البنك المركزي يعطيك 3%. نعم نكمل حلقتنا. حبيت المشاهدين، اكثر منطقه بالعراق تضررا بالتغير المناخي هي محافظه البصره. قبل سنوات وحتى قبل عدة أشهر صارت أزمة موضوع اللسان الملحي والتلوث والتسمم اللي صار. محافظة البصرة المياه اللي قاعد تجيها تعتبر الأخيرة بين المحافظات العراقية، فتجيها جودة المياه رديئة جدا تسبب هذه المشاكل والكوارث. يعني حقيقة الله يكون بعونهم. راح نعرض لكم تقرير خاص بالأمم المتحدة واليونيسيف وعلاقتهم بموضوع البصرة والتدخل الأممي والتحذيرات الأممية لموضوع محافظة البصرة. شاهد الفيديو وراجعين. Salinization and water scarcity are a serious threat for the health of children in Iraq. We are in Basra, south of Iraq. Basra is the last location reached by the Tigris and Euphrates rivers after they meet in Shatt al-Arab. Climate change and drought, along with the reduced water flows from both rivers, mean that saline water flow upstream from Gulf are leading to severe water scarcity. The salinity levels of the water are increasing. To date, they are 9 times higher than what is recommended by the World Health Organization. The
114,000 people admitted to hospitals due to exposure to contaminated water. And that was very serious a problem because of the capacity of the health facilities in Basra is unable to handle all that number of people. With the generous support from the international community, including the Australian government, the Netherlands government, and the German government, UNICEF continues supporting the water sector and the wastewater as well by rehabilitation of infrastructure and supporting the communities in Basra City and Basra West. Projects are helping to counter the effects of the climate change and provide safe and sustainable access to water for communities. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين. صارت سمعتنا بموضوع تغير المناخ والمائية. دول العالم كلها تحكي فينا، اصبحنا نموذج سيء. انت يقولون غطاء النباتي كل ما يزيد يعوض عن هذا الغاز اللي تحرقه. شو التعبير؟ زيد الغطاء النباتي راح تعوض عن كميات الغاز المحروقه. طيب انت الغطاء النباتي الخطه الزراعيه قللتها من 5 مليون الى مليونين ونص. والنفط يمكن زاد الحرق ماله مو حيلا قاعد ينتج. التلوث زين. أرد أسألك سؤال هسه، إحنا هاي كله واضح، انخفاض المناسيب، زيادة التلوث، ما عندنا ما اختلف. زين هاي الملوثات هالرستمية بوري هالكبرى وهذا ما له فد حل؟ هي معالجات تحطها المنقيات وبعدين هذه كميات توجهها للزراعة. ليش تذبها؟ أوفر رستمية بنص بغداد مدينة الطب نشوف القصر. يعني صعبة هي؟ قد يراد لها شنو هي صعبة؟ لا والله لا، ارتفاع صحيح. الاسعار يعني النفط مال يومين ثلاثه راح تسوي لك هل والله صحيح. صعب مال يوم واحد يجمد فما يشتغل، ما يشتغل. انت اليوم مو جاي تحكي لي ده، نقول لك انت تقول لي والله بسبب مواجهه ازمه شحه المياه. عمي من 2017 نصيح هاي البصره هي انا تقريركم وتفضلتوا 113,000 واحد دخل المستشفيات. من ذاك الوقت ماكو فتح حل. هي كم فتحه؟ 10. ايش قد يراد له مال شهر واحد صفي. كل التحية والشكر لك أستاذ عادل المختار على كل هذه المعلومات، والضيف العزيز والدان في برنامج أرض السوا. شكرا جزيلا. الله يحفظك. الله يخليك. أحبتي المشاهدين، طبعا قبل الختام يعني اليوم سؤال إلى حكومة العراق، إلى برلمان العراق، يعني عندكم علم بهالمواضيع؟ هسه الموضوع هذا اللي حكينا به، يعني أقسم بالله ما عندكم أصلا مفكرين به. أكيد قاعدون على مود سالفة نتحالف ويا هذا ومقاعدنا صارت هلقت، والرئيس الوزراء لازم يكون بفلان جهة، ورئيس الجمهورية إلا من ذاك. هذا اللي يهمكم؟ لا تهمكم زراعة، لا تهمكم مي. موضوع تغير المناخ ترى رؤساء دول كبيرة كبيرة جدا اليوم ما يتقارن ويا تاريخكم السياسي أو يعني مكانتكم السياسية. أنا أتكلم اليوم على الحكومة، على رئاسة مجلس النواب، دول كبيرة، الولايات المتحدة الأمريكية، مملكة بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الصين، اليابان، كلها تجتمع على هذا الموضوع. والعراق خامس أكثر دولة تأثرا بموضوع التغير المناخي اليوم، يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كابوس مرعب يواجه اليوم الحياة بالعراق. فإذا ما تهتمون به، يعني هذا بلدكم اللي تريدون لازقين على المناصب وتريدوا، هذا بعد ما يكبر راح يكون صالح للعيش بعد 20 سنة ممكن، وهذا تختفت الزراعة وهذا بعد انتهى هذا الموضوع. فلله مشتكى فقط. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السوا، ونلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء، شكرا جزيلا.